العقل أو القلب؟ القلب. القلب. شنو تقصدين؟ يعني شنو تقصدين؟ يعني الواقع أو الخيال؟ أو الخيال. بس كيف كل شيء صدقين أنت؟ صدقيني. إيه هالجورج بس. التعلق أو التخلي؟ لو عشف إنه يكون إحنا في المربع. الحكمة أو السذاجة؟ تبتدي من تحت. تبني 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 لين توصل رأس الهرم. الهدوء الهدوء أو العصبية؟ العصبية. أعصابك الطاغية. البداية أو النهاية؟ إن شاء الله ما تكون أخيرة. بس يعني بس أدري أنت تدورين على الديتيلز. أنا أدري أنا أدري أنت تبين الديتيلز. أنا أدري أنت تبين الديتيلز. التفاصيل في كل شيء بالنسبة لي هي الأهم، واللي ما عنده القدرة على مراقبة التفاصيل بالنسبة لي ما عنده قدرة على أي شيء. لا التحكيم تحكيم تحكيم اتحاد في المربع اكيد اكيد ما كانت اي مباراه هذه اكيد بس انها تعدي بدون ما نفهم بالضبط شو اللي صار بالتفصيل وليش الاتحاد اللي في المربع مو النجمه هذا ما يصير الاتحاد يلعب 2-3 دفاع منطقة من بداية المباراة شوف الاتحاد الحين شوي طلع يمكن طريقة الزون كابتن جعفر أخذها عشان يطلع ترانزيشن شوي يطلع فاست بريك شوي يسجل فاست بريك بوينت شنو بتلعبون اليوم مع النجمة شنو اخترت زون؟ اي ان شاء الله نكون جاهزين حق الزون حق المان يعني احنا ما عندنا اي مشكلة لا في الزون ولا في المان دائما احنا نجهز الفريق حق اي شيء يعني شفنا احنا علي جاسم حط ثلاثيه منها بس النجمه يعني في دفاع المنطقه اللي قاعد يلعبها الاتحاد حاليا النجمه سجل من خارج وسجل من داخل حتى في الريباوند النجمه حصل اوفنس ريباوند عبد الرحمن غالي اخذ وادريان واحد عبد الرحمن واحد وشفنا بدايه المباراه عبد الرحمن بدل المباراه شفنا كابتن جعفر عنده تغييرات محمد كويد وعلي غدير النجمة نفس الشيء بدأ بعبد الرحمن غالي وأعطاه مراقبة جيفر بداية المباراة نفس كل مباراة احنا نلعب جود ديفند بس نبي من اللاعبين اشياء 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 اللي احنا قلنا لهم يسوونه حتى اللي مو 100% 80% يسوونه بس ان شاء الله بيلبين سيف سايد بنيت تحضيرك على شنو اليوم؟ على مباراتهم مع الأهلي وحسها كانت جداً دسمة في الطريقة اللي يلعبوا فيها ضد الأهلي أنا ما بني تحضيري على مباراة أنا بني تحضيري على موسم كامل مثل ما قلت أنا قاعد بفعل الفريق كل المتلات أنا تتعور القلب عرفت؟ يعني تكسر القلب أن أنتوا ش كثر كنتوا واو وايد كنتوا زينين وسويتوا يعني اللي أتوقع ما حد توقع أنه هو يصير في ديج المباراة وهي يعني أشياء بسيطة اللي فرقت فأنا هاي بس اللي أفكر في اليوم إن هاي أنت شلون لو محطيت في نفس السيتويشن هاي شلون بتطلع منه هذه كان أهم سؤال بالنسبة لي أهم سؤال أعرف جوابه لأن الخوف الوحيد اللي كان على النجم اليوم هو مو شلون بيلعبون ولا شلون بيجارون الاتحاد وكل ذي بيكون واضح لكم في اللي جاي كل اللي كان مهم هو جواب هالسؤال فأنا هاي بس اللي أفكر في اليوم إن هاي أنت شلون لو محطيت في نفس السيتويشن هاي شلون بتطلع منها؟ لا إن شاء الله قادرين اللاعبين واللاعبين إحنا اللي سوينا الفريق اخترنا اللاعبين اللي موجودة
يعني فروم سكراتش. كابتن هاني عطاني وايد اجوبه في العموم، وانا اذا تبين ادش في الديتيلز انا ما بتفهم. ادري انت تدورين على الديتيلز. انا ادري انت تبين الديتيلز. مع كل احترامي حق اخر مره، اهلي فريق كبير، فريق دائما في الفاينلز، ما نبي نقلل من شان فريق الاهلي، بالعكس فريق اهلي كبير، بس لاعبين المباراه كده مباراه وايد زين، مباراه وايد زين الفريق. في ظروف، في اشياء صارت في المباراه، ان اعطوهم المباراه حق الاهلي، اعطوهم المباراه حق الاهلي. هاي وجهه نظر يعني، اعطوهم المباراه من ناحيه تحكيم. ما ابي اظلم الحكام انا، بس نظره الناس والحكام وكل من، هذا اهلي هذا نجم، ما يصير نجم يجون فوق نجم يغلبون الاهلي. هالاشياء اللي قاعدين تشوفونها كل من، يعني مو بس الحكام بعد يقول نفس الحكي اللي عندهم منامه وهاي اهلي اكيد يبقى. يعني احنا لو كنا غالبين الاهلي كان اهلي ما بيكون موجودين في المربع. اهلي عنده جمهور، يعني هل يعني الكل من بيتحمل المسؤوليه؟ اهلي ما بيكونون في السيمي فاينل، كل هالجمهور اللي عنده، واكيد كل الناس، كل الجماهير السلاوية في البحرين يبون الاهلي يكون موجود. اوكي، اوعدني ان عقب هاي المباراه ايا كانت النتيجه بتتكلم عن اللي صار في المباراه، لان ايا كانت النتيجه يعني هاي المباراه جدا مهمه، وايا كان اللي بيصير فيها بياثر على وايد اشياء ممكن تصير في المستقبل. فاوعدني ان في كل الحالتين بتتكلم عن اللي صار في المباراه ان شاء الله. والبعد قالوا لي لاعب متعور، بس ما اعرف اذا صدق ولا لا. حاليا اللاعب نزل الملعب، يعني يمكن عنده اصابه يعاني منها، بس لا. ايه تدرين؟ لا ما ادري. انت حصل اخبار؟ لا متعور. تدرين؟ لا. لازم احط رياكشناتهم هو وعمار يوم قلت لهم ان لاعب متعور. مو متعور الولد، ولا ما في الملعب مو متعور. صدقني اكو تريلر متعور، سجل 30 نقطة وقعد. اي بس هاي تو امس يقول لك صاده شد ويودوه المستشفى في الليل، ولا يقدر يمشي ولا اكو يركض الولد، ما في شيء. وينه؟ اكو ولد. بس كل شيء صدقين انت. اي صدقني. اي هدوج بس. اكو سيلي اللي سيلي اللي يمي. صدق لاف متعور؟ كلمك مهيئة. واصبر. لاف متعور؟ لا. ليش قالوا مش عاوض؟ لا ساعات لا، ما المفروض نقول لهم، لان اعطيناهم مثقه وايد بالعموم باردين. بس يعني ما ادري، بس شفته يتمرن هني. لا قاعد. وعن هالخبر وقتها تعرفون ايش تذكرت؟ عن نجمة، احنا عن نجمة، لان احنا اكيد بنتحفظ ببعض الامور، اكيد بتمنى حق ان شاء الله كل الافراح مثل تعاونهم. عشان هو في إصابة بسيطة أمس صادته، الإصابة في التمرين كدمة بسيطة في ظهره لور باك، تداركنا الموضوع واشتغلنا عليه والحمد لله. هو يبي يلعب حتى مع الإصابة، تشوف الروح احنا خلقنا روح عائلة في الفريق، ان احنا نوقف مع بعض كلش في السلة. لا صدقين كلمة، اذا طلع الصج مو بصايده شيء. لا صدقين كلمة، انا اقول لك حتى أنا يوم لا صدقيني في كل شيء. الصراحة جعفر ما قال شيء غلط، وأنا هالموضوع كان هامني، لأنه إحنا شفنا مباراتهم اللي لاف ما كان مأدي فيها 100%، شلون وضعهم شوي تزعزع. فيعني بوجود هاي الشيء بعد اليوم أتوقع مثل هالمباريات اللاعبين يتحملون على الإصابات. مباراة أخراج مغلوب خلاص يعني إقصاء. وعلى اللي شفته ما حد فيهم بيتحمل الإقصاء. الاتحاد رجع مع انتم تفوق من النجمه، النجمه لحد الان مسجل 17 نقطه في تقريبا 5 دقائق في نص الربع الاول، المعدل كلش كبير. واضح ان تركيز كابتن جعفر على، بما ان المباراه اللي طافت اللاعبين اغلبهم خلينا نقول صوبوا ثلاثيات اكثر، اليوم يبين التركيز، اصرار على التسجيل من داخل المنطقه عن طريق ديمنتيليس. بالضبط، هو قال اليوم يعني يا بنكون احسن من مباراتنا يا المنامه، يا بنكون افضل من مباراتنا يا محرك، اقل ما بنصير. حتى يعني احنا سبق وغلبنا النجمه بنفس غير، بس محترفين مختلفين، واحنا المحترفين مالنا بعد ما يستهان فيها. انا اشوف انه اوكي الكفه مالتنا اقوى من كفه النجمه. يبقى بعد، يبقى شنو؟ انا بعد انا متاكد اذا لعبوا بقوه
قدرنا نسيطر على المباراة من ثالث كوارتر وخلاص. هذا أتوقع فيه. إذا ما لعبوا بقوة لا بصير تنافس تنافس تنافس، في النهاية ما يندرى من البيغة. شوف أقول لك شيء، نجمة فريق سنتين مع بعض، اللهم بعد الله يطلع جاز الفني نفسي. أنا بعد يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، أنا لو عندي ذي الفريق خذيت بطولة. بس إحنا في النهاية نقول يعني النجمة عنده خلنا نقول معدل أطوال، بإمكانه إنه يدفع أكثر من جسم على على بمشاريع. يعني انتو مثلا ادري يعني يمكن انتو عبد الرحمن غالي بعد فترات مباراه، يمكن انتو محمد جاسم بعد فترات مباراه، ممكن حتى لا كابتن هاني واضح واضح شاف اكيد شاف مباراه بناء على مباراه المحرق، ونفس الشيء كابتن جعفر ترى قاعد يحاول يجبر النجمه بعد يصوبون من برا. اي تو مان جيم يمكن ودفاع المنطقه ودفاع المنتومان كل دفاع فيهم من الاثنين في ايجابياته وفي سلبياته. في النهايه انت تسوي الكالكوليشن مالك تعيش اي دفاع منهم. يعني في النجمه بس يعني تشوف انت الحين بدايه الاتحاد كانها بداياتهم مع مباراه محرق باختلاف السيستم يعني عرفت؟ تقصدين ان فارق يس يس نفس الفارق بس طريقه اللعب مختلفه يعني هم في ديك المباراه اتذكر 8 نقاط سجلوا في الربع الاول. اليوم سجل 18 نقطة. اي بس مقارنة بالفريق الثاني سجل عليهم 24 هنا هناك سجل عليهم اقل صح؟ اعرف بالنسبة لكم هذه اشياء اقل من عادية والوقت لحين طويل، بس بالنسبة لي هي مؤشر وربط يمكن اقدر ابني عليه. جيفري مراقبة لصيقة عليه من عبد الرحمن غالي بداية المباراة. جيفري حاليا مو مسجل ولا سكور ومو مصوب اتوقع الا ثلاثية واحدة. يعني عبد الرحمن غالي خلاه ما يستلم، مو بس ما يشوت ما يستلم. هاي المفروض كابتن جعفر انه اكيد بيلقى لها حل او انه بيخلق من عن طريق هالشيء. وضوح ان الاتحاد اليوم قاعد يروحون على السله اكثر، يعني فريق اجرسف على الحلق اكثر. ما شفنا تصويبات ثلاثيه يعني بشكل مبالغ فيه. والنجمه طبعا في الاوفنس ريبون حاليا متفوق على الاتحاد. طبعا المحترفين. اذا النجمه واصل يشوت من خط الثلاثيات بهاي النسبه صعب على الاتحاد، صعب خصوصا لما صادق خلينا نقول محمد جاسم سجل ثلاثيه، عبد الرحمن سجل ثلاثيه، محمود سجل ثلاثيه، ادريان سجل ثلاثيه. شو قاعد عد كل لاعب دخل ملعب سجل ثلاثة. كل لاعب من النجمة حاليا باقي 5 دقائق و50 ثانية على الربع الثاني يخلص. أي لاعب من النجمة نزل الملعب عدا فاضل اللي توه نزل سجل ثلاثة إذا مو غلطان. اللي تابع المباراة لهني مستحيل ما قال الله على النجمة، الله على كابتن هاني وعلى اللاعبين، ما عطوا الاتحاد فرصة يتنفسون. هذه اللحظة اللي الواحد لازم يفكر فيها، شنو؟ شنو لازم يصير؟ الاتحاد تقريبا عنده 7-0 ران ويا هاي بصير 8-0 ران، لا ضيعها وحياز. يوم غير الاتحاد من تمن رجع في المباراه لان خلينا نقول وقف تصويبات النجمه الثلاثه، النجمه ما سجل ولا ثلاثه. وما تشوف لازم يواصل على هاي مع اللاعبين اللي موجودين في النجمه حاليا؟ يمكن قرار الكابتن جعفر قرابي ان وجود اديريان وجود اليجيا خلينا نقول ووجود لاعبين مثل يعني خلينا نقول سنتر يعني صريح مثل عبد الرحمن غالي محمد جاسم اضطرنا يلعب طريقه دفاع الزون لان التصويبات عند النجم تكون نسبتها قليله. بس صار العكس سجل ورجع كابتن جعفر رجع دفاع من تمن. الدفاع شرس من علي جاسم you
الفتره كلها حق علي جاسم دقيقه ونص دفاعيا هجوميا افورت في الملعب. يعني يمكن شفنا طريقه دفاع مختلفه في الزون بس ويا دفاع المنتمان دفاع علي جاسم على الكره ويا محمود عباس عطل كل هجوم النجم في دقيقه ونص. حسين صح هاي كلها عطل كل هجوم النجم. بما ان النجم يفتقر الى لاعب غير محمود عباس صانع للعب هو الوحيد. فمتى ما وقف محمود يوقف النجمة. هتشوف كم تيرن اوفرز والبريشر على الكره ما قدروا يتصرفون يعني على البريشر على صانع الالعاب. هنا لا شوف عمليه الماتش وعمليه التوثري ثم الانتشار. محمود عباس امامه هتشوف فريق الاتحاد اجهز. لا الفوز حق الاتحاد اليوم اكيد ان شاء الله. اوكي يعني ترجح كافه الاتحاد انه بيفوز. صعبه مثل ما قلت لك وفي اثناء المباراه ما تدري ايش بيصير ولكن يقدرون النجمه. نعم يقدرون زي كان ولكن فريق الاتحاد اجهز. بالنسبه حق كابتن جعفر عنده اختيارات اكثر يقدر يكيف روحه بالاختيار سواء في الديفنس ولا الاوفنس. بس ما شفنا مهيئ لحد الان في النجمه. شفنا سيد محمد يؤدي ادوار اليوم اكثر. يعني واضح انه يمكن مباراه اللي طافت سيد محمد ما كان له دور بس اليوم سيد محمد فيه دور حقه واضح. تشوف كابتن جعفر لازم يستمر بنفس الطريقه اللي استمر فيها في نهايه الشوط الثاني ولا طبعا بيعتمد على الحين شلون بيكون شكل النجمه مره ثانيه. يعني اللي ابي اقوله انه لازم في احد يفرض شيء والثاني سايره في الشيء اللي يسويه. فشلون يعني من اللي بيفرض طريقه اللعب الحين عشان الثاني يحاول انه هو يجاريها. من الطبيعي ان اكيد كابتن هاني داش داخل راجع اوراقه شاف طريقه كابتن جعفر يحاول انه يشكل عليها خلينا نقول يرسم عليها وجه الشوط الثاني الربع الثالث. النجمه الحين حاليا يمكن بهاي اللاين اب يمكن بهاي اللاين اب اللي داش فيه النجمه بدخول سيد محمد بدايه المباراه واستغناء عن عبد الرحمن غالي انه يمكن بهاي اللاين اب النجمه يحاول شوي يخترق. حاليا في تسرع من النجمه. تسرع من اي ناحيه؟ في تسرع في 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 خلينا نقول في في, في الشوت سيلكشن مال النجمه. حاليا في تسرع من النجمه. تسرع من اي ناحيه؟ في تسرع في 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 خلينا نقول في في, في الشوت سيلكشن مال النجمه. من هواياتي جعفر ان احنا نقعد في الصاله بروحنا. من هواياتي مش نروح مكان بعيد. انا تاخرتي انا عندي اجتماع. مجتمع ويا من؟ ويا رئيس الجهاز. شوف فضلتك على رئيس الجهاز. اي والله تاخرت لان اللي صار في المباراه مو اي شيء وخروج النجمه ما بنعديه بدون نقاش. صح قلبكم؟ شربوا ماي تكلمتي وايد. ايه نتنفس الصعداء صح؟
نتنفس الصعجاء قبل لا نبتدي نقول اي شيء عن المباراه واللي صار فيها. اخر شيء يوم شفت الوضع كذي وايد صعب ومن تعادل الى تعادل قلت هنفكر في من منهم لما بيدخل المربع بيكون عنده نفس المربع، هذي اللي يستحق انه هو يدش بلا شكل الاتحاد اللي يعني ما بيكون. فهمت قصدي؟ بلا شكل الاتحاد من حيث العناصر الاتحاد. أوكي. لان الاتحاد يملك دكه مدلاء، يملك خلينا نقول لاعبين جربوا على مستوى قبل، لو نسق النهائيات اكثر. احنا نستحق المربع، نستحق المربع هاي واحد. النجمة ممكن كانوا يستحقون مربع، جاتهم كذا فرصة، جاتهم يا الأهلي، جاتهم يا محرق، جاتهم ويانا، بس احنا نستحق المربع. صعبوا المباراة علينا؟ لا، احنا صعبنا عليهم، احنا صعبنا على روحنا المباراة. I done one mistake. Which is؟ ان علي جاسم المفروض يرجع في الملعب. على محمود عباس؟ اي صراحة أنا نسيته، صراحة أنا نسيته. أقول لك ما اعرف تسمعني ايش قلت طول الحلقه يعني خلينا نقول اللي سواه علي جاسم انه ضغط على محمود منع عن محمود خلينا نقول قراءه الملعب. محمود ما كان يشوف الملعب، يعني كابتن جعفر ما لعب الفريق كله، لعب بس على محمود دفاع فول كور، فخلاه ما يشوف الملعب بصوره واضحه. وبما ان النجمه ما عنده يعني صانع لعب صريح غير محمود، فأكيد النجمة في حالة يعني خلينا نقول صعبة. محمود stepped up big time, big time. We needed him, and that's what really kept the game close. محمود made a huge difference huge in the game. Difference for sure. بس ضغط علي جاسم على الكرة خلى النجمة يوقف عن التسجيل تقريبا دقيقتين أو أكثر. صح. يعني آخر شيء قلنا باقي 3 دقائق أتوقع، 4 دقائق كان النجمة. بالضبط. مسجل 38 أو 36. كابتن جعفر الحين ريح علي جاسم في هالفترة. ما قصر الحين يحتاج يرتاح شوي. أريح يوم كنت ماسك محمود عباس. إيه وعقب خلى علي غدير. خلى علي غدير شوي هني محمود قام يتحرر شوي، قام يشوت أوبن دش في الجيم طبعا. لا محمود أول مباراة عطوني على الحركة كان قلت فريق محرك. من ما تشوف ولعب ضدهم زين ما شاء الله. أنا يوم ثلاث ما سجل علي. كلمت محمد الكويت انه يطلع حق محمود، هو محمود قاعد يطلع من السكرين يطلع فاضي يشوت، وشفناه بمباراه الاهلي. صح محمود طلع اكثر من مره وسجل. فاذا استمر محمود يشوت بهاي الطريقه هو قادر يشوت فيها حاليا، يعني بيكون وضع الاتحاد شوي اخطر لانه قاعد يسجل سكور هو يرتاح للاعب. خلينا نشوف شو يصير من طريقه الدفاع على محمود. ما زال سهلة. يس هاي بريشر، هاي هاي طبعا محمود يعني حاول يحصل كرة بس محمد كويت كان دفاعه قوي فقطع الكرة من عنده قبل لا يستلم. ما شاء الله عليه هو لاعب وايد زين في الشوط، فحاول بس ما صار يعني، بس في النهاية الحمد لله ما سجل اخر سكور لنا. زين انه لا اخذ الكرة اخر شيء انه محمود لو محمود خذها يمكن يسجلها. Well, I kind of expected already what was going to happen. Yes. And he pretty much guarded me the same way. Yes. So I knew it was going to be a lot of double team, a lot of trap, a lot of people shading my way, making it harder for me. Mm-hmm. And that's exactly what happened. So, you know, our other guys definitely stepped up today, everybody, not just Mahmoud. كنا ندري احنا كنا نعرف التمرين ان انا ولاف بيلعبون على بوكس 1، لان احنا البوينت جارد الوحيد من الفريق، فيبون يطلعون لنا مجريات المباراه عشان ما نطبق الخطه اللي يبيها المدرب. في بعض مجريات المباراه رجعوا علينا بسبب ان احنا ما ناخذ الكره، بس بعدين يا الوقت لا تمت انا امشي الكره، حسيت بالريحيه يعني متعود على هاي النوع من الضغوطات. يعني اللي صار محمود عباس بن علي جاسم، محمود حاول انه يسجل اكثر، محمود صار يسجل اكثر مما يحتفظ بالكره. ما ليش هدوا محمود على راحته؟ ونفس الطريقه الدفاع، بس الفرق اللي صار انه في احد ثاني يطلع الكره عن محمود. لازم الاتحاد يغير طريقه الدفاع في البيك اند رول على محمود. احس جعفر يحتاج تايم اوت الحين. ممكن بس يغير طريقه الدفاع على محمود، يعني محمود قاعد يطلع من السكرين يشوت واللاعب يروح عنه تحت، فلازم يتغير الدفاع البيك اند رول على محمود حاليا.
كان المفروض انت ما تهد محمود خير شر لي اخر لحظه. المفروض بس المدرب على قراءه ثانيه في الملعب ما تدري. شفنا الهجمه اللي عقبها طاف من وسط الدفاعات كسر الدفاع لا وسجل بطريقه يعني فنيه في وقت يمكن في اخر دقيقه من المباراه وخلاص مغلوب يعني لاعب محمود دمه بارد لا دمه بارد هو لاعب دمه بارد. علي جاسم ما كان المفروض يطلع وايد برا الملعب هني يدور مساعد المدرب المفروض ينبهني لذي شيء ما نبهوني لذي شيء This is my mistake. وما أدري إذا بتتفقون معاي إذا قلت إن في أخطاء ممكن نتغاضى عنها وأخطاء لا وهذه كان خطأ جوهري في المباراة. بطأنا الرتم شوية إذا لاحظت إحنا بداية الكوارتر الثالث ما أعتقد ما أدري سجلنا 12 نقطة فاست بريك توتال مالنا 41 نقطة فاست بريك صح 1-2 الاتحاد والنجمة ما عندهم لاعبين يسجلون بالبيك اند رول تو مان جيم مو بشكل كبير عندهم لذلك بنشوفين في نص الملعب يصير شوي صعوبة في التسجيل عدا محمود اللي سجل منهم شفنا طريقة الدفاع على آخر بوزيشن كان بعلاي طريقة السكرين بينه وبين المحترف شفنا شنو كان النجمة يغطي عليها فعطلت البيك اند رول وهذا أدى إلى أن تنتهي المباراة بهالشكل 4-4 فاست بريك بوينت الاتحاد 41 نقطة النجمة 8 طبعا كابتن جعفر قال بيلعب سرعة اليوم لا ما قالي إذا لاحظت الفريق قاعد يتغير من مباراة لمباراة لحين أنا عارف اللاعبين أعرف أسماء بس ما عارف أفرت بتشوف مباراتنا هي المنامي غير مباراتنا هي محرك غير مباراتنا هي النجمة غير اليوم وايد ركضنا هاي المفروض اللي يصير إحنا اللي صعبنا على روحنا مو النجمة ما أعرف صراحة أقول لك إيه أنتم صعبتوها على روحكم ولا لا بس ولا اقول شو ما تقولين لي احنا كنا لي 18 نقطه يولنا طوفونا اتس اور ميستيك انا شفت ان اليوم يعني صراحه كابتن هاني سوى وايد شغل شفت الشغل اللي انت سويته ويا المنامه زين اليوم شفت انه كابتن هاني سواه عليكم قد اكون غلطانه زين بس يعني هم كانوا يعني واحنا قاعدين نتكلم عن المباراه هم اوكي كانوا يدخلون بطريقه دفاع معينه فانت تي تقوم تبي تنقذ نفسك من طريقه ذي الدفاع فانت اللي تقوم تتصرف وليس العكس يعني الليد ما كان انتوا عندكم في الاساس وهم يتصرفون علشان هم يصححون اخطائهم كان العكس فعشان كذي اقول لك لا مو شرط اقول لك ان انتوا صعبتوا المباراه على نفسكم يمكن هم صعبوها لا لا صعبت صح احنا اليوم للامانه ما قدرنا نسير المباراه بالطريقه اللي احنا نبيها ايوه النجمه سير المباراه ونفس ما قلتين احنا كنا نحاول احنا نعدل على النجمه ونحاول نتقدم عليهم وكان المفروض العكس للامانه يعني المفروض نفس ما قلتين كعناصر كاسامي المفروض احنا اللي ناخذ الليد النجمه يجي الحق ورانا كلامك صح احنا كنا نسوي اخطاء بسيطه بس في نفس الوقت بسرعه نعدل ذي الخطا عشان ما يلاحظون الفريق الثاني ويستغلون ادفانتج علينا فريق الاتحاد كانوا يسوون اخطاء كنا احنا نحاول نستغل ذي الشيء ونروح احنا جاريناهم اول شيء كانوا فايزين علينا بعدين طفناهم فرق 15 نقطه تقريبا بس استعيالنا احنا كلاعبين يعني ما كنا نطبق في الكوارتر الثالث خصوصا ما كنا نطبق اللي ردوا علينا كل واحد يبي ياخذ شوتات لا انا بقول لك انا انت هاي اللي قاعده تقولينه بالضبط شنو اللي قاعده اقوله بالضبط اللي قاعده تقولينه هم يفكرون في الدفاع لما تكون الكره بطيئه احيانا يروحون زون 3-2 احيانا يروحون مان ماتش اب احيانا يهدون لاعب من عندنا اللي ما يشوت لما الكره تروح بطيئه لما نروح فاست بريك ما يعرفون يتصرفون في الدفاع ما يقدرون يسوون الست مالهم في الدفاع شوف تغيير دفاع كابتن هاني حاليا كابتن هاني قاعد يلعب ماتش اب دفاعي ف من غير هاي الطريقة إلى حد الآن الاتحاد ما سجل ولا دليل الشوط الثالث لما تخربت كل شيء ما أنا قلت لك لا بس بعدين شنو صار؟ سرعنا اللعب الشوط الثالث خلينا الليد بعدين ردينا رخينا ردينا قمنا احنا نلحق ورا النجمه والنجمه معتمد على التصويبات سواء كانت من الميد رينج او من الثلاثيات لحد الان ما سجل منها ولا واحد حاليا سلابي لاعب يعني من كلا الطرفين
بعد باسط بريك بوم، وحتى أدريان يعني معطل بعد ترانزيشن. يعني نقول اللي رسمه كابتن جعفر بداية المباراة بسرعة ما صار، لأن النجمة كان يسجل سكور. مجرد ما غير خلنا نقول التون مال المباراة، يعني غير دفاعه البيس مال الدفاع ماله، النجمة تسرع في شوت سيلكشن ماله، فمن المس كان الاتحاد يطلع، أو من الجود ديفنس الاتحاد يطلع حق الفاست بريك بوم، وشكل فارق كبير عند مفاوضة مفاضل سيستم. هاي سيستم اللي الاتحاد يحبونه، أنا قاعد شوي شوي أبي أوصل له. أي ما شفت ما شفت محمد كويد عيد. إيه. بس 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 أنا أقول لك لا، إحنا خلينا من البداية إحنا رحنا زون. Yes. ما كنا زينين. أي. سيئين جدا. أي. رحنا مان تو مان. مان تو مان صار أوكي. صار أوكي. أي. مش الموضوع إحنا 12 نقطة، رحنا خلصنا الرافتيم 7 نقاط 47 40 أعتقد ما أتذكر. الشوط الثالث استمرنا عليه نفس الشيء. تشوف ان اليوم وقفوا تري صح؟ لا 28 نقطة مسجل ولا انا ما اظن قدر يوقفنا ان تري 20 نقطة تقريبا، ادريان 14 نقطة. لو مو دبل تيم ليون هل بصير التركيز على ادريان؟ ان ادريان سجل 5 نقاط او يعني بالطريقة اللي شفناها فيه، هاي معناته ان الاتحاد وقفوه صح؟ لان انا ما اشوف انهم وقفوه. هو جزء منه اكيد الدفاع كان اكيد يعني مو واضح ان هما وقفوه او هو في مشكله اليوم. لا هو بدايه طريقه اللعب بدايه كان زون يلعب الاتحاد، فما كان الشيء اكثر تركيزا على اريريا، بس اكيد الاتحاد له دور انه في ان طريقه دفاعه اثرت على اريريا. بس اريريا اليوم ما عنده تاتش، يعني ما استلم الكره بشكل كامل. هاي اللي اقولك. امين 14 points. You know, Adrian's 39 years old, and he was playing amazing defense against Demetrius. He like, did, yes. So you can't expect him to do everything. I just want to know if you saw a clear defense from Adrian. Yes, yes. The one-on-one guy is defending. صك عليه او مثلا قدر يمنعه. شفنا اديريان يعني يمشي ويا الفلو مال الفريق، شنو الفريق ماشي يمشي ويا الفريق، بس اكيد النجمه محتاجه اديريان. كنا نحتاج اتحاد اكثر شوي، يمكن راح كونتاكت وايد ما سجلهم، بس في الدفاع وايد ساعدهم. قلت لك ايش قد كنا نركض ما يقدرون علينا، ايش قد لما نروح ست اوفنس هم يقدرون يوقفون الدفاع مالهم صح، هني احنا عندنا مشكله. أما لما نركض ما عندنا مشكلة. تري ما بدأ زين، بدايته مو زين، بس هو لم سجل 28 نقطة. ما أعرف في قد ما قد ريباون، أهم نقطتين سجلهم هو صح ستين شوت. قبلها هو اللي مسوي البلاك يسمعنا في الماتش، يعني محترف شتبي مني خلص لك المباراة. بتقول أهما ولا اليوم اللاعبين المحليين اللي شالوا لك المباراة في تقديرك؟ الاثنين. في مباراه مثلا هم يشيلونا، في مباراه احنا نشيلهم، لان احنا في النهايه تيم واحد. لازم اللوكل شوي يطلعون بنقاط، يعني اللي شال المباراه دفاعنا ككتله، اللي هجوميا اللي شال المباراه بعلاي وتري. علي جاسم. يس. محمد كويد في الشوط الثالث، يعني انت طلبت لما طلعت يونس ودخلت محمد كويد كان لاي غرض؟ دفاع. اوكي. محمد كان تعبان اعتقد، ما اعرف مو متذكر، عليه 4 فاول كنا، فاللاعب اللي يكون عليه 4 فاول هي اخر هجمه مو بيدافع زين، ونبي احنا فريش ليج في الملعب على اللي هو على محمود، فصار داون سكرين لوف طلع حق الكورة، صار سويتش، هاي اللي احنا كنا نبغيه بالضبط طبقه في الأخير. يلا كويس. شو محمد اللي ماخذ اللعبة. وبعد من ترانزيشن. مو من هجوم ثابت. محمد قاعد يساوي الشيء اللي هو أصلاً شاطر فيه، بس يعني زين إنه هو نافع في المباراة حالياً. طبعاً محمد يسجل هاي النقاط. يعني محمد كان ممتاز بهاي الشيء. يعني خلينا نقول يوم ايام محمد سابقا كان يمتاز بال
خلنا نقول بالكوست لكوست بالضبط. ف... من حلق لحلق حط إيه؟ الكرة يطلع الكرة سريع يدفع إيه الكرة عادة. هاي المفروض ما يصير. أنا كلمت الكابتن بعد كلمت اللاعبين إن المفروض هاي ما يصير. محمد كويد حتى مو بس محمد كويد هو طبيعي كلاعب نفس محمد كويد نفس محمد بوعلاي طبيعي إنه بتجي أوقات هم يشيلون الحمل عن الفريق إذا شافوا الفريق مو ماشي. فمحمد أخذ الكورة عنده طبيعي لاعب له اسمه لاعب له مكانته شاف الفريق مو ماشي هو أخذ الحمل عليه. بالعكس يعني هذا شيء نمدحه عليه إنه هو أخذ المسؤولية وخذونا في الجيم سجل كم نقطة كم سكور طبيعي إنه بتصير عنده أغلاط لأنه كان يأخذ شوتات يعني هو يتحمل قراراتها. ممكن في النهاية شوي كان المفروض شوي يخفف بس ديور المباراة كامل فايدنا كان وايد فادنا بس شوي كوارتر الثالث كل الفريق طلع من النسق ماله. لو بعلاي ما سوى اللي سواه في الشوط الإضافي كان ايش سويت في اليوم؟ خلنا نقول اجتهاد او افورت من بعلاي انه هو تابع الكرة وركز في اخر اجزاء من هجمة وعطاها اياه سجل بس ما كان في شواط ما كان في شواط. بعلاي كان غايب يمكن طول الفترة بس نفس ما قلت ليش لاعب نفس بعلاي نفس محمد كويد ياخذون الحمل على ظهرهم واحنا كلاعبين لازم نتقبل ان اللاعبين نساعدهم عشان يطلعون في الشوط. حاليا بعلاي مسجل 7 نقاط في هاي الضربة هو بروحه ماخذ اللعبة بالتسجيل وعاقب طريقة الدفاع اللي عليه في البيك اند رول وسجلها. هاي اهم نقاط سجلها اليوم لان الاتحاد كان ماخذ سير المباراة صوبه والنجمة ضايع الاوفر تايم. اجين بعلاي بيلعب بكامرون، خلينا نشوف طريقة الدفاع هل تتغير عليه او لا؟ المان تغير عليه. صار صادق عليه مو سيد محمد حاليا، ادريان طلع له صار سويتش عليه. فتغير بطريقة الدفاع لكن تغير بطريقة الدفاع لبعلاي غيرها كابتن هاني. زين. صار في سويتش على البيك اند رول بس اللي بيفرق الحين انه وقت اللي ديماتريوس ينزل بما ان ريريان طلع لازم الجهه الثانيه تجي تغطي فهاي بيفتح مساحات حق اللاعبين البقايا اذا سجلوا سكوراتهم بيكون الوضع خطير على النجم. انقذت نفسك في النهايه ولا كان اليوم ما بنسكت عنك؟ لا لازم 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 كنا نفوز وعليه ما يستحي يطلعنا كان يتمنى هو اشتغل في خلاص هو في فريق ثاني لا بس احنا مستانسين له صراحه يعني كان كابتننا وكذي مستانسين له يستاهل بعلاي لاعب مجتهد ابي اتصل فيه فيديو هل تراضيهم؟ لا لا اوكي معلش اوكي وايد صار لنا مباريات شي معاهم مع المحرك كنت مع الرفاع صار لي مباريات شي معاهم بس اوكي ما يزعلون علي ولا ازعل عليهم كويس لازم تكلم عن بعلاي طول المباراه ما كان زين صار عليه للأوفر تايم هاي السؤال المفروض تكون هاي وجهة نظرك وجهة نظر محمد بعلاي صج أوفنسيفلي يعني ما كان يسجل بس هو اللي يشيل الكورة من أول الملعب لآخر ملعب يوزع الكوار أسست من فريق الاتحاد يقدر أوكي من خلنا أسألك من في فريق الاتحاد يقدر يقوم بدور بعلاي إنه يلعب 40 دقيقة على نفس الرتم من ما اقدر اختلف ايوش على محمد بعلاي صدق لاعب زين بس كنت اشوف انه المفروض يريحه دقيقه دقيقتين يخليه يركز في المباراه اكثر يخليه يريح في المباراه اكثر بس محمد بعلاي لعب مباريات من قبل احسن يعني هاي المباراه يمكن اسوء مباراه له في ضد من جد الاتحاد لا بعلاي انا اثق فيه انا اعطيته الكره في الاخير كنت اقول له العب يتري بدايه كان يلعب يلو شو اسمه ذي جيف بس بعدين غيرنا جبنا تري في الملعب اثق في هالوقت اذا لاحظت بعلاي ما دافع وايد على لوف ما دافع وايد على محمود لان نبغي في الهجوم فهو وقته هذه بعلاي اذا ما كان احد غيره هو المناسب اللي يجيب الكوره وتصرف صح اعتقد سجل 7 نقاط سوى 2 اسيست هاي نوعية اللاعبين اللي احنا نبيها يعني شوف طول الوقت احنا نسمع ان العوامل اللي موجوده عند الاتحاد افضل اللاعبين المحليين افضل بنشهم افضل جعفر كخبره مقارنه بواني المفروض يكون افضل و و و و عرفت؟ فهاي كل هاي الانطباعات اللي انت تسمعها تخليك تشوف المباراه وتتوقع وايد افضل من الاتحاد
من اللي أداه في المباراة اليوم. فأنا أبي أعرف اليوم شخصياً هل هاي الشيء صح ولا مو بصح؟ يعني هل هي صدق أنت في الاتحاد لما يكون عندك بنش بهاي الطريقة معناته مفروض تأدي وايد أفضل؟ لأن إذا كذي معناته يعني صراحة النجمة سووا عمل وايد عظيم بالعناصر اللي موجودة. الأمانة كلامي صحيح 100%. يعني يمكن إحنا تفوقنا، الكل كان يقول الاتحاد والنجمة ما في مقارنة، مع احترامي لهم يعني كبنش كعدد ماديا كمحترفين، لكن النجمة أثبت أن السلة مو بس ب 12 لاعب. تسمعها في الإعلام أسامي أوكي هاي عندهم كذا بطولة، عندهم لاعبين خبرة، بس في الملعب هو اللي يثبت. إذا أنت في الملعب ما تلعب تبي تلعب على اسمك ما في فايدة. إيه يمكن الفكرة اللي كنت أبي أوصلها بتوضح بعد شوي، لأن مو أي فريق يقدر يسوي اللي صار. لأن إذا النجم حول مومنتوم إليه مثل ما سوى الاتحاد، الاتحاد سوى حول مومنتوم من النجمة إليه وراح 18 نقطة. في كل رياضة المومنتوم شيء مهم، يعني لأنه شو يسوي؟ يخلي اللاعبين أو يخلي الفريق في حالة خلنا نقول حماسية أكثر، تركيز أكثر، لأنه والفريق خصم في حالة ضغط، يعني الفريق خصم يحس بضغط أكثر لأنه كان متقدم ورجع عليه، فيفقد جزء من الثقة، والفريق المقابل اللي عنده المومنتوم يكسب ثقة أكثر. فإذا قدر كابتن هاني ياخذ المومنتوم من الاتحاد مرة ثانية بيكون الاتحاد تحت ضغط بلا شك. إذا النجمة قدر يسوي أجست على هاي الموضوع وحط الاتحاد تحت ضغط، بيضطر الاتحاد يلعب طريقة يمكن ما تتناسب هي الجيم بلان اللي معه. إيه يعني تشوف هو لا بنش ولا شيء، هي كلها تراكس تصير في المباراة هي اللي بترجح كفة فريق عن فريق ثاني، خصوصا في البلاي اوف، خصوصا في مباراة اخراج المغلوب. جزئيات يعني مجرد تسوي اجست معين او تعاقب الخصم في طريقة دفاع معينة يفقد الثقة، يضيع التركيز، تضيع المباراة من اي فريق في العالم، من اقوى الفرق في العالم. النجمة سوى مجهود خلنا روحه في المباراة، وخصوصا ان هاي اخر مباراة تقريبا يمكن تكون في الموسم. راح المومنتوم حق النجم حاليا. النجم حاليا قاعد يلعب طريقة الدفاع، صك المنطقة فيها اكثر. هاي انت تلعب 5-5، النجمة قدم مباراة ولا اروع، رغم انه يمكن ان البنش مالهم نفس ما قلتين كاسامي مو افضل من اسامينا، مع ان انا اشوف الافورت اللي حطاه النجمة للامانة يعني في المباراة يبين واضح انه خلنا نقول اللي بيسوي افورت اكثر بيفوز في المباراة محتاجة افورت. انا اقول الافورت اللي حطاه النجمة اليوم اكثر من الافورت اللي حطاه الاتحاد، فهذا الشيء خلى المباراة تكون يعني أي وقت النجمة يقدر يبوقها، وهذا اللي الكل شافه. يعني ما كانت عندنا أي أفضلية اليوم، كانت المباراة متساوية تقريبا، في أي وقت كان أي فريق يقدر يفوز. مو أنا قلت لك من بداية رجع للمقابلة الأولية، ايه سنتين مع بعض النجمة، جهاز الفني، جهاز الإداري، اللاعبين، أعتقد نفس المحترفين، مو متذكر أنا واحد منهم. إيه أنا العام مو موجود فما أدري، فنفس ما اعرف اذا نفس المحترفين ولا لا. يعرف اللاعبين ماله. هذا الفريق من بدايه الموسم، هالفريق هذا هم ذيلين موجودين من بدايه، من نفس اللاعبين ما تغيروا، بس مجرد اللاعب اللي تغير المحترف ادري اللي يعني صار جويند اوف ذا تيم، يعني ادريان اللاعبين يعني من اول يوم كانوا جاهزين، يعني فيدرون يعني نلعب ضد اي فريق فاكيد بيروحون يعودون المحترفين، يعني بس اللاعبين كاستعداد كانوا جاهزين، يعني هالفريق انا هيئناه من اول يوم. انا للحين ما اعرف لاعبين، انا اعرف اسماء، من اللي يدور الكوره، من اللي يدور يخدم ربعه، من اللي يدافع زين، من اللي ما يدافع زين، هذه مو يوم وليله تحصلينها، 20 يوم شو تسوي لي يعني. صح. بس اعتقد مربع بنكون وايد غير العمل الجيد، يمكن انا عرفت بعرفهم اكثر الحين. فانت لما تستمرين يا فريق
غير لما جديد عليك الفريق. انت لازم يعني شيء يسمونه الاعداد، اعداد الفردي، اعداد الجماعي قبل المنافسه، في المنافسه. انا جيت في المنافسه صح، وايد اشياء بغير بعيده صارت، ما تقدر تسوي وايد اشياء. اجسمن مالي وايد قليل، انا حتى انا لحتى الان ما لعب ولا تراب فول كورت، قاعد العب ما انت من عادي. تشوف ان الخطا اللي صار في الاخير اللي الحكم ما حسبه واللي النجم احتجوا عليه كان هو اللي خسرهم المباراه؟ صابك الطاير النجمه خارج الموسم بيد خفيه. النجمه خارج الموسم بيد خفيه، يعني مو مستغربين احنا عقب اللي صار في مباراه الاهلي، قايلين يعني حتى المدربين يدرون. احنا كنا متوقعين ان الحكام ما بينصفونا، كان لاعبين غلطوا وايد اخطاء في المباراه. ما ادري يعني شلون لمتى، يعني لا في القدم يحكمون عدل، لا في الطائرة، لا في اليد، لا في القدم. مشكلة الكلمات برور، المشكلة يعني تتكلمين لا تكلمني ولا ترى بعدك تكنيكال. زين وانا جاي انا كابتن فريق للحق اللي يتشاور مع الحكم. زين انت الحين قعدتيني برا ما حسبت في اخر لعبة، وانا اشوف الفريق كله الحين راح، ما في شيء يرجع يعني، ما في شيء. انا قلتها من قبل كلها يبي لها جرأة، ما يبي لها كم سنة على حكم. انا باكر اعتذر اصير حكم على كيفي، ما صفر لا في ما صفر، ما حد يقدر يحاسبهم. وين رئيس لجنة الحكام؟ ما يحضر. ليش ما يحضر؟ رئيس لجنة الحكام ما يحضر. نائب رئيس لجنة الحكام مو بحاضر اليوم. وينكم؟ وينهم؟ شلون انت بتشوفون مباراة؟ شلون بتحكمون الحكام؟ مين بيحاسبهم؟ مين بيحاسبهم؟ رئيس لجنة الحكام، نائب رئيس لجنة الحكام مو موجودين. انت مين تحاسب مين؟ ابي اعرف مين المسؤول عن هالشيء؟ هل لان النجمه ما عندنا قاعده جماهيريه؟ ان كانوا يبون الاهلي ومحرق والمنامه يضمنون مربع حق الجمهور ويطلعون فلوس؟ اذا سالفه فلوس قولوا لنا مندفع احنا مال المدرجات حتى لو ما يجون الجمهور. ولا نصرف احنا طول السنه نادي عنده 4 العاب قاعد يحارب عشان ينافس في هالالعاب الاربعه. تخلونا نخسر ميزانياتنا وقتنا. روحك. اكبر دليل ايرلي كان يسوي مشاكل صح، ايرلي كان يسوي مشاكل، بس في دوري اللبناني تابعت المباراه كلها ولا مشكله. ليش؟ لان الحكام محترمينه، الحكام ما قاعدين ينرفزونه، اللاعبين المحليين قاعد يطقونه هناك، بس اكو في حكم هني يطقونه. ما ادري شنو الحكم، لا دونت توك تو مي، يعني وين قاعدين؟ اذا ما يقدرون لا يزعلون، مثل ما احنا نجيب محترفين فنجيب حكام محترفين بعد، ما عندنا مشكله. مو بلنا خسران حتى الاتحاد بعد نظام اليوم في كم اللعبه. انا اقول لك انا سويت كذا فاول ما صفر الحكم، ترين ليش؟ يبي راضيني لان مساعد بضامني. لا ما صدق لا لا في كذي في السله عند اي احد تسالينه في تعويض. سمعي اي واحد من الجمهور يسالينه الحكام يعوضون ولا ما يعوضون؟ اسالي اي احد اذا ما صفر لك هني اللعبه الثانيه يعوض. المشكله سمعت هالكلام من اكثر من شخص من لما دخلت السله، ومو قادرة أصدقه وأستوعب إنه صح. هل هي مباراة وفيها لاعبين ولا أطفال نحاول نراضيهم إذا زعلوا؟ تصحيح الخطأ مو يعني تراضي الفريق مرة ثانية، الخطأ عمره ما يتصحح بخطأ. ما بدي أتكلم عن الشيء. قول. ما في شيء. بلا. خطا بسيطة يعني آخر لقطة يعني، بس ما قاعد أتكلم. في النهاية الحكم هو اللي يأخذ الكل. بينسون الحين اذا قلت اي شيء، ما بتشوفونكم الا الموسم الجاي. ما في فايده. وين قاعد التحكيم؟ بتقول لي التحكيم كان شماعه، اقول لك اي التحكيم هو اللي طلع النجمه من المربع. التحكيم هو طلع النجمه من المربع. انا ابيك تعيد اللقطه وتشوفها. تشوف لاعب ريل لاعب محمد كويت، ريله تشوف ريله ما ادري ريله قدام اللاعب. وتحنقل وشاتها او يا بايليا ضيعها. شلون هاي ما تنحسب فاول؟
أنا أبي أحد من الاتحاد يكون جريء ويواجهنا إنزين، سواء في برنامجكم أو في الجرايد إنزين، ويقول لنا ليش حكام في مباريات النجمة بهالمستوى يظهرون، خصوصاً الأخطاء متكررة على المحترفين وهاي، وقاعدة تمشي الأمور سهالات. كنا كان عاد الغلوم هنا يعني، أشكره قدامه يعني، يعني كان فاول. إحنا هناك سمعنا الضربة يعني، حتى اللي في التلفزيون يسمعون الضربة يعني، يعني ما أدري شلون، هل ما يشوف، هل يمكن نسى، هل يمكن قاعد يفكر في السحور، ما أدري. It was a foul, but you know, I think they should have called the foul for sure. But I'm not going to blame the referees for the game. ما عليه، بس بعد لو أنت حسبت هاي الفلات اللي قبل حقنا، ما بتصير هاي اللعبة. أنا ما أتكلم عن الحكام. There's missed calls both ways the entire game, so I don't want that to be the reason why we lost. We made mistakes also, you know. So I don't. What was? هو فاول. أنا أكون صريح وياك، هو فاول. يعني في وقت جدا حساس. إيه بس بقول لك شيء، رجعي للفيديو قبل كان فاول. الحكام. إيه love قلت لك صار سويتش. لوف داز يونس دزا رجع للفيديو بتشوفين دزا فاول زين، هذه يلغي هاي، لا عقبها صار هذه فاول. ما اعرف بعد ادفانتج عطوا مني ومني الحكام، انا ما ادري حكام، انا ما اشوف في شيء يعني، تحكيم ممتاز، ما اشوف في شيء يعني، ترى شغلة التحكيم متعبة يعني، انا ما اعتقد في حياتي كان اتكلم على الحكام، مستحيل. أوكي. يعني يشكرون على الجهود اللي يسوونها، سواء يغلطون احنا نعيد ونشوف وما ادري شنو، هم في ثواني ياخذون قرار. ابي احد يفهمني ليش هاي الشيء تكرر مع النجمه اكثر من مره، خسارتهم في اخر الثواني، شنو هو الخطا فيه؟ انت ما يصير تقول انا انظلمت في اخر بوزيشن، انت تشوف المباراه كامله. تعرفون شنو ابي اقول؟ الصح صح والخطا خطا، ونقاش نفس هالنقاش ما كان لازم يكون في مباراة حساسة نفس هالمباراة. وعشان نكون منطقيين أكثر، إحنا ما ننشد الكمال، بس موضوع إن الحكم يراضي فريق على حساب فريق بسبب خطأ وهو ارتكبه من الأساس، يعني لا، بس خلونا نشوف الأخطاء بالضبط. الاتحاد كان بيفوز في كل الأحوال، صح ولا لا؟ أنت ما تدور آخر بوزيشن، أنت تدور مباراة كاملة. أنا أقول لك حكام، أنا ما أقدر أتكلم عليه، أي حكم، مهنة التحكيم متعبة جدا. أنا اللي يعطوني 10,000 دينار أقول لي حكم ما صير حكم، فأنت بعد تجي وتحط عليهم، ما يصير، ممكن مباراة تعلق شماعة عن الحكام. لا التحكيم، تحكيم. البداية أو النهاية. It's 14 seconds now. ف14 ثانية. إيه بإمكانه أربعة، بإمكانك حتى في 5 ثواني ترسل. Okay. بإمكانك وقت طويل موجود عند النجمة. بس هاي الريباوند لو النجمة شاله، النجمة يعطي لها فرصة أكبر يفوز في المباراة. وتشوف أديريان سجل نقاط ووصل 14. والنجمة يحتاج أديريان يسجل. لو أديريان سجل نقاطه في المباراة أثناء المباراة وكان أكثر يسوق، يعني النجمة بيكون وضعه أفضل. لا فيه شوط بعد إضافي؟ لا فيه. لا إذا لا. إذا إذا الكرة وصلت حق بين محمود وبين الأجنبي بتكون خطيرة. غلط اللي صار؟ ما تبين، لازم نشوفها. ما
أو الاستسلام. ننتظر نشوفكم في المربع إن شاء الله. إحنا الحين لازم ننسى مباراة النجمة، ننسى مباراة المحرك، ننسى أي مباراة، ونبدي في الاتحاد ونبدي ويا المربع. شنو نقدر نسوي؟ لازم نقعد مع الجهاز الفني، الجهاز الفني يعطينا خطة، الخطة هذه لازم إحنا ندعم فيها ومتوكلين على الله إن شاء الله. إيه نبي وأنا وياهم في ظهرنا. إيه نبي يكون صراحة وجودكم في المربع ثقيل. لو عجف إن يكون إحنا في المربع. أثقل شيء. إن شاء الله إن شاء الله. اللي يبي يوصل فاينل ما يهم أي جاب من المفروض. صح. أم بتجاب له الحين أو بتجاب له في الفاينل. إيه نورنا أشياء حلوة. إن شاء الله. الاتحاد فاز هالمباراة إيه. بس يا هذه تكون نهايته يا بنشوف شي يصير. والنجمة نطالب بوجودهم في المربع الموسم الجاي، وما بنرضى بأقل من هالفريق. ايش قال لكم كابتن هاني عقب المباراة؟ ما قال لنا شي، بس قال لنا مشكورين واحد واحد على مجهود الموسم. هاي الفريق يعني كل مين بيتكلم عنه من عقب مباراة اليوم اللي تشوفوها، حتى برا على البحر الناس اللي تشوفون على هالفريق واللاعبين اللي ما يلعبون في نواديهم، كل يوم اثبتنا عقل كلنا لاعب يقدر يلعب. كواليتي مو نفس الفرق الثانيه، بس اللاعبين كلهم كانوا يجاهدون يعني ما قصروا، واحنا بالعكس نرفع القبعه على الجهاز الفني والاداري واللاعبين كلهم على مجهوداتهم طول الموسم، يعني ابطالهم يعني مهما كان. النجمة بالنسبة لي أنا الحصان الأسود، النجمة قدم موسم خلنا نقول على الساكت كان يشتغل، قدموا موسم ولا أروع، ما حد كان متوقع أن اسم النجمة يعني يوصل لهذه المرحلة، يعني كان على قاب قوسين ودنا يطلع الفريق إحنا اللي سوينا الفريق، اخترنا اللاعبين اللي موجودة يعني فورم سكراتش. النجمة كانوا ما جمدون الفريق، احنا سوينا الفريق هذيك والحمد لله وصلنا هنا بروح انجازه. القلب يقول شيء والعقل يقول شيء، وبين فكره تعلق وفكره تخلي خلونا نتعلق في واقع يقدر يقدم لنا كل شيء. في النهايه كل اللي قلناه ممكن يتغير في ثانيه، والثانيه عند اهل السله تغير قدر. يقولون التاوية انتين بعد ها؟ طلع على اشكالهم يقولون شجعين الاتحاد. انا؟ لا ما شجع الاتحاد يا جماعة، لا حد يتهمني، انا ويا اللي يفوز واللي يخسر وبس، يعني اشوف لا حد يقول شيء. قالوا شجع الاتحاد، قالوا الاهلي، كل يوم يقولون فرق غير.